السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة أولى صيدلة الترم التاني؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم على السيل بيولوجي لكتشر 2 المحاضرة التانية. السيل بيولوجي بتتكلم عن المحاضرة التانية بتتكلم على حاجة اسمها كيمستري اوف سيل. كيمستري اوف سيل يعني كيمياء الخلية. يعني ايه كيمياء الخلية؟ يعني هناخد كذا مركب: البروتين، الليبيد، اللهم صل عليك نبي صلى الله عليه وسلم، الكربوهيدرات، النيوكليوتايد، كل الحاجات دي هناخدها وناخد الاستراكشر بتاعها وهنعرف التايب بتاعتها وهكذا. بس قبل ما ناخدها احنا عايزين نتكلم عن حاجه اسمها اورجانيزيشن اوف ليفنج ثينج. يعني ايه اورجانيزيشن؟ كلمه اورجانيزيشن زي منظمه، زي الشركه بالظبط. افتكر كده، تخيل انت في شركه مكونه من مدير، مساعد المدير، النائب بتاعه، معامل، الموظفين وهكذا. هي بالظبط كده. فانت تخيل نفسك جوه جسمك هو شركه، شركه من الاعضاء، من الحاجات التشو المختلفه، تمام؟ طيب هي بتتكون من ايه بقى الحاجات ديت؟ اول حاجه عندنا الاورجانيزيشن اوف ليفنج تيشو او ليفنج سينك، يعني الحاجات بتاعتنا الحيه. اول حاجه بتتكون من كذا حاجه، تمام؟ حبيت ابين هنا الحاجات اللي انا كنت قصدي عليها دلوقتي بحيث تكون فاهمين. اول حاجه عندنا الاتوم، عندنا الاليمنت، ثالث حاجه الموليكيول، رابع حاجه الاورجانيلي، خامس حاجه السيل، سادس حاجه التيشو، سابع حاجه الاورجان، ثامن حاجه السيستم، تاسع حاجه الاورجانيزم. ودلوقتي هنتكلم على كل الديفينيشن بتاعهم لوحدهم منفصل. يعني ايه الاتوم؟ الاتوم ديت هي اصغر حاجه، هي البيلدينج بلوك اوف اول ماتر، كل ماده عندنا. هل الاتوم ديت لازم تكون بس موجوده في الكائنات الحيه؟ لا، مش شرط، ممكن تكون في كائنات حيه غير حيه، ما انت عايز. ممكن الميه تلاقيها، ما كنت بتقول لك مكونه من H2O، يعني عباره عن 1 اتوم اوف اكسجين و2 اتوم اوف هيدروجين وهكذا. يبقى الاتوم هي عباره عن بيلدينج بلوك اوف اول ماتر، ذا سمولست يونت اوف اليمنت، سمولست يونت او اصغر وحده للاليمنت. طب يعني الاليمنت هي simplest form of matter، هتلاقي كل واحده نازله اللي بعديها simplest form. يبقى خلي بالك الاتوم بيلدينج بلوك وسمولست يونت اوف ايه؟ اليمنت. اما الاليمنت simplest، ابسط طريقه للماتر، اوكي؟ اند كانت بي بروكن داون باي كيميكال. ما تقدرش تجيب اليمنت مثلا عنصر وتقعد تقول لي هكسره مثلا. اما الموليكيول تقدر تكسره، مثلا H2O دوت موليكيول على بعضه، تقدر تكسره وتفصفصه ل H لوحدها واكسجين لوحدها. اما الاليمنت ما ينفعش تقول لي امسك الاكسجين واقسمها لك، لا ما ينفعش كده، غلط. يبقى الاليمنت هي simplest form of matter، اما الاتوم هي building block of all matter، تمام؟ building block هي الطوبه بتاعت الشركه بتاعتنا، تمام؟ طيب الموليكيول هي عباره عن 2 or more atom combined chemically and the smallest unit of the compound. شايفين كل واحده بتنزل اللي بعديها. يبقى الموليكيول هي smallest unit of compound، المركب بقى compound. يبقى الايه؟ الاتوم smallest unit of element. طب الاليمنت هي عباره عن simplest form of matter، الموليكيول smallest unit of compound، تمام؟ يبقى ممكن نقول ايه؟ atom is the smallest unit of a of element، اوكي؟ طب الاليمنت smallest unit of a او simplest form of a matter، يعني بأبسط طريقة للايه؟ للماتر. طيب الموليكيول أبسط طريقة او للايه؟ للكومباوند، المركب اللي عندي حاجة كومباوند، اوكي؟ طب الاورجانيلي هي عبارة عن structure، كل الحاجات اللي فوق ديت في الاول انت ممكن تلاقيها في حاجات حية وحاجات غير حية عادي. طيب الاورجانيلي، الاورجانيل دي ستراكشر ويزن ذا سيل، بيكون في الخليه ذات بيرفورم سبيسيفيك فانكشن. دي لازم تلاقيها في حاجات حيه، ما ينفعش اقول لك المكتب ده اورجانيلي فيه عضيات، لا غلط، ما ينفعش. يبقى دي اورجانيلي، اوكي؟ يبقى هو اسمه ايه؟ يبقى ستراكشر بيبقى داخل الخليه بيعمل سبيسيفيك فانكشن، بيعمل سبيسيفيك ايه؟ فانكشن، يعني وظائف خاصه، وظائف معينه. طب السيل هي سمولست يونت اوف ليفنج تيشو، ليفنج سينج، سمولست يونت اوف ليفنج سينج تيشو. السيل اللي هي الصغننه خالص، ابسط حاجه. التيشو هي عباره عن جروب اوف سيميلر سيل، عباره عن سيل جنب سيل جنب سيل، كونت لك تيشو، اوكي؟ بيرفورم سيميلر فانكشن زي المصل تيشو، البون تيشو، السكن تيشو وهكذا. طب الاورجان هي عباره عن جروب اوف تيشو، يبقى تلاقي السيل عباره عن التيشو عباره عن جروب اوف سيل. طب الاورجان عباره عن جروب اوف تيشو. طب السيستم عباره عن جروب اوف اورجان، تمام؟ فاهمين كده؟ هتلاقيها جروب وجروب وجروب. طب الاورجان هي عباره عن جروب اوف تيشو ذات ورك توجذر تو بيرفورم سبيسيفيك تاسك، زي البرين، اقول لك مثلا برين از اورجان، ستومك، الهارت، اند وات ايفر ليفر وهكذا.
اوكي. طب السيستم بتاعنا هي عباره عن جروب اوف اورجن، ده بقى كده احنا عمالين بقى نكون الشركه بتاعنا، المكتب الفلاني الموظف الفلاني للمكتب الفلاني، والموظف الفلاني للمكتب الفلاني، وهكذا. بعد كده عملنا اوضه كبيره، عملنا مركز المعلومات، عملنا سيستم كبير، عملنا اورجانيزم كبير، وهكذا. تمام. System هي عبارة عن group of organs that work together to perform a specific task زي skeletal system زي digestive system and elect. okay. طيب الorganism اللي هو العضو بقى خلاص، اللي هو انت الشخص نفسه، ده complete entire living thing، كل دوت الخلاص. ممكن يكون واحد cell زي الحاجات الفطريات البكتيريا الحاجات الأولية خالص، a simple organism with tissue but no organism. يعني ممكن يكون سيمبل سيل خلية واحدة، ماشي، as simple organism زي الحاجات البسيطة خالص اللي هي الكائنات الحية البسيطة خالص، with tissue ممكن يكون عندها تيشيو بس ما عندهاش organ، يعني حاجات بدائية خالص، or may have a organ that aren't organization into organ system، ممكن تكون عندها organ بس مش شغالة كسيستم، مش متحولة لسيستم، أو عندها بقى ايه اوف سيفرال اورجان، عندها سيستم بقى. دي الحاجات الكامله، يا يعني ممكن تكون حاجات بسيطه خالص، ممكن تكون حاجات متوسطه، وممكن حاجات تكون بقى معقده زي الانسان. تمام. طب الاليمنت كومبوزيشن اوف سيل، ايه الاليمنت كومبوزيشن اوف سيل؟ السيل عندي بتتكون من ايه؟ هجيب السلايد البيضه. قبل ما اجيبها حبيت نعيد تاني الكلام بحيث يكون واضح، عرفنا الاتوم والاليمنت والمولكيول والايه والاورجانيلي والسيل والتيشيو والاورجان والسيستم. نعيدهم تاني، الاتوم هي عباره عن البيلدينج بلوك اوف ذا اول ماتر، بيلدينج بلوك اوف اول ماتر، ذا سمولست يونت اوف ذا ايه اوف اليمنت. طب الاليمنت هي سمولست يونت اوف ذا ماتر، اوكي، سمبلست فورم، سوري، سمبلست فورم اوف ماتر، فورم اوف ماتر، بس كانت بي بروكن داون باي ايه كيميكالي. طب المولكيول، المولكيول هي عبارة عن الاتوم كومبايند توجذر كيميكالي اند سمولست يونت اوف كومباوند، يبقى هي عبارة عن كذا اتوم مع بعض وسمولست يونت اوف كومباوند. طب الاورجانيلي هي عبارة عن ستراكشر تيشو في السيل اند بيرفورم فانكشنال سبيسيفيك فانكشن. طب السيل هي سمولست يونت اوف ليفينج تيشو، طب ليفينج ثينج. طب التيشو هي عبارة عن جروب اوف سيميلر سيل، عبارة عن جروب اوف سيميلر سيل ذات بيرفورم سيميلر فانكشن، عندها نفس السيميلر فانكشن، اوكي، زي ماسلز وهكذا. الاورجان هي عبارة عن جروب اوف تيشو عندها بيرفورم سبيسيفيك تاسك، السيستم عبارة عن جروب اوف سيستم بيرفورم سبيسيفيك تاسك، الاورجانيزم هي عبارة عن ليفينج تيشو واحنا اتكلمنا عليها باستفاضه. تمام. دلوقتي هناخد حاجه اسمها element composition of cell. element composition of the cell قال لنا 30% 30 اسفه 30 ماده 30 element من 118، من اصل 118 عنصر عندي بيكون موجود في السيل، بيكون موجود في living cell is made of ايه بقى؟ يبقى 30 يعني اكتر بنسبه كبيره، يعني نسبه 90% از ميد اوف ايه، يعني احنا 30% هو اللي عارفين 30 اسف 30 من اصل 118 عنصر. تمام. طيب عندي بقى 99% من الاليمنت اللي احنا لسه هنقولها دلوقتي بتكون الليفنج تيشو، ليفنج اورجانيزم، زي الكربون، الهيدروجين، الاكسجين، النيتروجين، الفوسفورس، السلفر، وجمعها في حاجه اسمها كوبسين، كوبسن، اوكي، سي اتش او بي اس ان، اوكي. ده كده بي ايه بيقول لك الاول الاليمنت كومبوزيشن اوف ذا سيل. طب المولكيولر كومبوزيشن اوف ذا سيل، المولكيولر بقى كومبوزيشن اوف ذا سيل، المولكيولر حاجه مولكيول وليست اليمنت، خلي بالك الثانيه كانت اليمنت، اما دي عنصر، اما دي مولكيول، يعني مولكيول اللي هي تقريبا معناها بالعربي يعني جزيء تقريبا، والله اعلم. بيقول لك ذا موست ابيرنت مولكيول اوف ذا ليفنج تيشو ليفنج سيل از ووتر، يبقى اكتر حاجه مولكيول عندي هي المين الووتر H2O. طيب it count for كام فيها، بتمثل نسبة 70% من الجسم بتاع الخلية، وبتكون ما بين ده الانترا يعني between the cell reaction occur in the aqueous environment، بتكون بتحصل في، يبقى الموست ثواني most intra cellular reaction، يبقى أغلب الحاجات الرياكشن اللي بتحصل ما بين الخلايا بيكون في aqueous environment، لازم يكون في مية. تمام. some water chemical chemistry is that is important for life. ايه أهمية الووتر بتاعتنا؟ ليه الووتر مهم؟ سوري الووتر، اوكي، هنا الووتر، اوكي، ايه أهمية الووتر بتاعتنا؟ الووتر احنا عارفين اللي احنا هناخد دلوقتي، هنخش دلوقتي الكلام اللي هقوله هتحس ان انا بتكلم على اورجانيك، محاضرة اورجانيك بالظبط،
اوكي. احنا عارفين الوتر هي عباره عن بولار موليكيول بيكوز هاز سلايتلي نيجاتيف بارشال تشارج اون ذا اكسجين اند سلايتلي بارشال بوزيتيف اون ذا هيدروجين. والوتر موليكيول كان بيبرفورم هيدروجين بوند بتوين اتش اذر، اهي اهي هيدروجين بوند وهكذا نيجاتيف وهنا بوزيتيف وهكذا. اوكي طب ليه بقى الووتر مهمه للحياه بتاعتنا؟ عشان الموليكيول ذات كونتين بولار بوند، الحاجات اللي بيكون بقى فيها كونتين بولار بوند. ماشي لحظة بس اكمل بقى الرسمة اهيت كده. اوكي كان فورم هيدروجين بوند عشان بيتكون هيدروجين بوند، ما احنا شايفين اهي عندنا هيدروجين بوند اهي تمام. طيب with water dissolved rapidly بتخلي العملية بتاعت الذوبانية بتزيد. also molecule carrying plus or minus charge interact favor with water just molecule are hydrophilic عشان كده hydrophilic يعني love water. طب لو هادي ما بتحبش الميه اسمها هيدروفوبيك، ودي هتكون ما عندهاش بوزيتيف ما عندهاش تشارج ما عندهاش اي بوزيتيف او نيجاتيف تشارج، هيكون اسمها ان تشارجد اند اور فورم فيو نو هيدروجين اتوم هيدروجين بوند. المواد الحاجات اللي ما بتدوبش في الميه ما بيكونش عندها هيدروجين بوند، ما بيكونش عندها هيدروجين بوند رابطه هيدروجين تعمل رابطه هيدروجينيه ما بينها وبين الموليكيول بتاعتها، لا ما بيكونش عندها، فعشان كده بتبقى هيدرو فوبيك ما بتحبش الميه هيدروفوبيك. عشان كده الووتر بيقول لك تندس تو ستابلايز تمبريتشر، الووتر بتحاول تعمل تظبط تعمل ستابلايزيشن يعني تعمل ستيبل تعمل ثبات للتمبريتشر علشان تقدر الووتر الميه بتقدر تعمل ابسورب للهيت الزياده او تعمل تطلع الهيت الايه الزياده تمام. يبقى دي النسبه للووتر، يبقى الووتر تندس تو ستابلايزيشن تمبريتشر بيكوز ات كان بي ابسوربد كونسيدر هيت بيفور اتس تمبريتشر تشينج. اسيل از فورمد فروم كاربون كومباوند. طب احنا عارفين خلاص كده احنا خلصنا اهميه الووتر. طب السيل قال لك هي بتتكون من ايه؟ من كاربون كومباوند، ما احنا عارفين الحاجات دي كاربون كومباوند اللي هي عباره عن حاجات اورجانيك. اف وي ديس ريجيرد ووتر اول مولكيول ان اول سيل ار بيزكس، يبقى بيقول لك هنا لو احنا يعني بعد الوتر يعني بعد أهمية الوتر الكربون، يبقى الكربون مهم عندي جدا، يبقى الكربون مهم عندي جدا. هتلاقي برضو كل الموليكيول الموجودة في السيل بتتكون من كربون. الكربون is outstanding among all element in its ability to form a large molecule، يبقى الكربون حاجة استثنائية بتعمل large molecule، يعمل لي كربوهيدرات يعمل لي ليبت يعمل لي بروتين يعمل لي كذا 100,000 حاجة، بيعمل لي large حاجات مركبات كبيرة معقدة شكلها معقد تمام، بتفيدني في الانرجي. طب احنا ليه اختارنا الكربون؟ ليه واي تشوز كربون؟ ليه استخدمنا الكربون؟ اول حاجه هو سمول اتوم. طبعا احنا بقى بقول لك الحته الجزء الاولاني الانترودكشن الاولانيه تحس انها بالظبط كانها محاضره اورجانيك تمام. طب الكربون احنا عارفين ان هي بتعمل فور بوند، فور الكترون عندها فور الكترون في الفالنس الاخير بتاعها، فعشان كده بتعملي فور كوفالنت ايه بوند. طيب وكمان الكربون بتقدر تعمل دبل بوند سنجل بوند تريبل بوند وهكذا تمام. يبقى الكربون بتقدر تعمل كذا حاجه، يبقى ليها ممكن تكون برانشد ممكن تبقى كده لينر او ممكن تكون برانشد مثلا وهكذا كده برانشد. اوكي يبقى دي بتعمل كومبلكس مولكيول، يبقى كان بي فورم سنجل تريبل بوند دبل بوند وهكذا. والكربون كومباوند ار فيري ستيبل بيكون فيري ستيبل. طيب اوكي يبقى احنا كده خلصنا فهمنا ليه احنا اخترنا الكربون. طيب بيقول لك حاجه اسمها سيلولر ماكرو، خلي بالك ماكرو مولكيول، سيلولار يعني سيلولار جاي من السيل، ماكرو حاجه لارج مولكيول يعني الحاجات المركبات اللي بيكون جوه المولكيول جوه السيل اللي بيكون لارج. عندنا اربع حاجات، عندنا كربوهيدرات عندنا بروتين عندنا ليبت عندنا نيوكليوتيد. اوكي يبقى كربوهيدرات بروتين ليبت نيوكليوتيد. اوكي كربوهيدرات عباره عن اتوم بتاعتها عباره عن سي اتش او، بتتكون من كده على طول سي اتش او زي ار مونو دايمر مونومرز مونيمرز يعني حاجات صغننه خالص او بوليمر، يبقى ممكن تكون مونيمر حاجات صغننه خالص مركبات صغننه مش معقده، ممكن تكون بوليمر والبوليمر بيتكون من مونيمر مع مونيمر مع مونيمر. اوكي اوف شوجر وير ذا شوجر از كومبيشنز از ايه بقى سي اتش او كل ده باور 2 وهنا multiply ايه بقى multiply n يبقى CH2ON. ان ديت ممكن تكون 2 فساعتها لو مثلا ان دي بتساوي 2 فساعتها تساوي C2H4O2. اوكي
اوكي، وهكذا بقى نكمل بنفس الطريقه. وهي الكربوهيدرات ديت المصدر بتاع الانرجي بتاعتنا، وبيكون ليها استراكشر، ليها دور في الاستراكشر بتاعها. طب واحنا لو جينا خدنا دلوقتي التايب اوف الكربوهيدرات، بتتقسم لي لاربع حاجات، لثلاث حاجات تقريبا او اربعه، لثلاثه، ماشي، ثلاث حاجات. اول حاجه مونو ساكرايت، باي ساكرايت، داي ساكرايت، سوري، داي ساكرايت، وبولي ساكرايت. بولي ساكرايت، يبقى مونو ساكرايت، باي ساكرايت، داي ساكرايت، بولي ساكرايت. اوكي، المونو ساكرايت كان بكتب هنا كده، اوكي، هذا عبارة عن مونو ساكرايت اهي، مونو، وهنا باي، داي، ماشي، داي ساكرايت، اوكي، وهنا بولي، بولي ساكرايت، يعني عديدة السكر واحدة ساكرايت. طيب المونو ساكرايت هي السيمبلست كربوهيدراتس، هي السيمبلست، ابسط حاجة، ابسط كربوهيدراتس، وبتبقى عبارة عن 5 كربون، يا اما تكون بتكون 5 كربون، ما احنا قلنا دي بقى بتبقى مش بولي، مش حاجات كبيرة معقدة، لا، دي اللي بتكون معقدة، البولي. طب ماشي، بتكون ممكن تبقى 5 كربون او 6 كربون. لو 5 كربونز بتبقى اسمها رايبوس، او الريبوز، او الدي اوكسي ريبوز. يبقى ريبوز فاكرين اللي هو بتاع الار ان اي والدي ان اي، هو ده بالظبط الريبوز او دي اوكسي ريبوز. طب السكس كربون ده بيكون تبع الجلوكوز، يبقى سي 6، الجلوكوز عبارة عن ايه؟ سي 6 اللي هو عبارة عن سي 6 اتش 12 او 6، ده الجلوكوز، ده الرمز بتاعه، ده بيبقى عبارة عن 6 كربون، ده بيبقى جلوكوز، ده بيبقى مونو ساكرايت. يبقى انا عندي سيمبلست المونو ساكرايت اوف كربوهيدرات، عبارة عن سيمبلست فورم اوف كربوهيدرات، عبارة عن عندي نوعين، يا اما يكون 5 كربون يا اما 6 كربون. طب لو 5 كربون زي الريبوز اللي هو دي اوكسي ريبوز، زي الدي ان اي والار ان اي، ما احنا عارفين الدي ان اي هي اختصار دي اوكسي ريبوز. طب والريبوز اللي هي الار ان اي. طيب اوكي، وال 6 كربون اللي هي عبارة عن الجلوكوز، تمام. طب الداي ساكرايت هي عبارة عن resulting from، داي ساكرايت عبارة عن داي، كلمة داي يعني تو، وساكرايت يعني شوجر. يبقى كأني بالظبط جبت اتنين شوجر، اتنين مونو ساكرايت، لزقتهم في بعض كده اهي، اتنين مونو ساكرايت لزقتهم في بعض، يبقى اهي تو رينج 1 اند 2. يبقى هي عبارة عن resulting from covalent bond، يبقى انا عملت covalent bond اهيت ما بينهم of تو مونو ساكرايت، واحد مونو ساكرايت واتنين مونو ساكرايت، عملت لي داي ساكرايت. زي مين بقى؟ زي الساكروز، زي الساكروز، ساكروز ده زي استكام سكر، سكر، ماشي، يبقى سكر. اوكي، البولي ساكرايت هي عبارة عن كونسيستنس اوف بقى اوف مور، كتير، اكتر من اتنين شوجر يونت، سيم او ديفرنت، على حسب كوفيلنت لينك، ممكن تكون الكوفيلنت لينك ديت متشابهة او مختلفة على حسب اللي عندي. عندي زي الستارش، عندي زي الجلايكوجين، وهكذا. طب الستارش عندي بيقول لك الانرجي ستورد ان ذا بلانت، الستارش، يبقى انا عندي البولي ساكرايت دي الستارش، ده بيكون بقى الطاقة اللي بتكون مختزلة في النبات، يبقى النشا بتكون موجودة في الايه، مختزلة في النبات، والسليلوز، وبتستخدم بقى في الستراكشر بتاع السيلول بتاع البلانت، وهكذا. وميد اوف سليلوز يونت بات از ان ديفرنت ايه بوندينج ارنجمنت. يبقى خلي بالكم، هجيب دلوقتي سلايد عشان تعرفوا تفهموا اللي انا قصدي عليه في الجزء دوت. لحظه واحده، اهي السلايد معايا، بليز لوك ات ذس سلايد اند يو ويل بي اندرستاند وات اي هاف بين تيل. اوكي، طيب اوكي، احنا دلوقتي بنقول ايه؟ دلوقتي احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على البولي ساكرايت، عديد الساكرايت، عديد السكر. البولي ساكرايت احنا قلنا بتتكون من واحده او قصدي اكتر من اتنين شوجر يونت، ممكن تكون سيم او ديفرنت كوفيلنت لينك. شايفين الستارش؟ هتحسوا انها نفس الكوفيلنت لينك، لينك، اوكي، اهي اهي، تحسوا ان هي هي. طب السيلولوز، هل انت وجهة نظرك شايف هي نفس الكوفيلنت ولا واحده فوق واحده تحت؟ شايف واحده تحت واحده فوق. طب ايه رايكم بقى في الجلايكوجين؟ شايفين الجلايكوجين ماشي، اوكي، كده ماشي كده، بس طلع بقى في الاخر عامل لي ايه؟ برانشد. يبقى خلي بالكم، السليلوز هو عبارة عن، أول حاجة احنا اتكلمنا خلاص على الستارش، وعرفنا اللي هي بتتكون فين؟ في الستورج، في البلانت، بيكون بتتخزن في النبات، اوكي؟ طب السليلوز عبارة عن structure of cell wall، احنا عارفين ان السليلوز دوت بيخش فين؟ بيخش في السيل وول بتاع البلانت. طب اوكي، هي بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلوكوز، يبقى كل واحدة من بتاع ديت اسمها جلوكوز، كل واحدة من المركب ده جلوكوز، جلوكوز، جلوكوز. واحنا خدنا في الأول اللي الجلوكوز عبارة عن مونوساكرايت، عبارة عن 6 كربون مونوساكرايت، اوكي. طب عبارة عن ايه جلوكوز؟ الجلوكوز دوت but in different bonding arrangement، عندها different bonding arrangement، يعني شايفين اهي زي ما انتم شايفين كده ملاحظين البوند مش مترتبه زي ما هي موجوده، تمام. طب الجلايكوجين is
a storage form of the glucose found in animal. يبقى الجلايكوجين ده بيكون موجود فين؟ في الانيمال. But the starch found in plant. اوكي يبقى دي بيكون موجودة في النبات، اما دي بيكون موجودة في الايه؟ في الانيمال. يبقى تاني كربوهيدرات بسرعة على السريع، كربوهيدرات بتتكون من ايه؟ اتوم سي اتش او، او ممكن الشكل بتاعها يبقى سي اتش 2 او، كل ده باور 2 باور ان، او سي اكس نفتح قوس اتش 2 او مالتبلاي كل ده ايه؟ واي اللي هي جزء مي، وهي دي بتكون مصدر للانرجي. والفورمز بتاعتها عباره عن 3 مونوساكرايد باي ساكرايد بولي ساكرايد. المونوساكرايد هي عباره عن سمبلست فورم، عباره عن حاجتين، يا اما تبقى كربونه فيها 5 يا اما كربونه فيها 6. طيب لو كربونه 5 فيها ريبوز او دي اوكسي ريبوز، طب لو هي 6 تبقى فيها جلوكوز. طيب اوكي، طيب الداي ساكرايد هي عباره عن ريزلتنج، نجيب مونوساكرايد مع مونوساكرايد نربط ما بينهم كوفالنت بوند، كده خلصت الحدوته بتاعت الداي ساكرايد. طب البولي ساكرايد دي عديده، عباره عن 3 حاجات، يا اما تبقى ستارش، يا اما تبقى جلايكوجين، يا اما تبقى سلولوز. الستارش ده بتاعت الانيم البلانت، بتكون في البلانت، خلاص خلصت الحدوته بتاعتها. طب الاول هو ايه تعريف البولي ساكرايد؟ هي عباره عن كذا واحده من الايه؟ مونوساكرايد، كذا شوجر يونت، كذا شوجر يونت، ممكن تكون مربوطه بديفرنت بوند، ممكن تكون سيم ديفرنت سيم بوند وهكذا. تمام، بس احنا اهم حاجه اللي هي عباره عن ستارش، عباره عن سلولوز، عباره عن جلايكوجين. الجلايكوجين ده موجود في الانيمال، والستارش موجود في الايه؟ بلانت. طيب السليلوز بيكون موجود في السيل وول، ودوت بيبقى عباره عن ديفرنت بوند لينكد. خلاص كده احنا خلصنا الكربوهيدرات بكل ما فيها. هنخش دلوقتي على الليبيد. خلصنا الكربوهيدرات، هنخش على تاني حاجه من السيلر سيلولار ماكروموليكيولز، اللي هي عندنا اللي هي ايه؟ الليبيدز. الليبيدز اوكي، الليبيدز دي احنا كلنا عارفين اللي هي الدهون. طب هي الدهون عباره عن ايه؟ عباره عن هيدرو كربون، عباره عن هيدرو كربون. يعني ايه هيدرو كربون؟ يعني عباره عن اتش كربون. طب هل هي بتحب الميه ولا ما بتحبش الميه؟ يبقى هي هيدروفوبيك، هيدروفوبيك ما بتحبش الميه، ماشي، ما بتحبش الايه؟ الميه. زي فورم ا بيزك ستراكشر، هي البيزك ستراكشر للسيل ميمبرين، ليها البيزك، ليها الليبيدز. فاكرين لما احنا كنا خدنا في الهيستولوجي اللي هي السيل ميمبرين عباره عن فيسفوليبيد، واللي هي عباره عن فيسفوليبيد هنا هيد وهنا تيل، ودي هيدروفيليك، دي هيدروفيليك ودي هيدروفوبيك تقريبا، والله اعلم بس على حسب الذاكره يعني. ما علينا، اللي هو بيقول لك هنا دي، يبقى الليبيد بقى دي كان عباره عن ليبيدز، دي عباره عن ليبيدات دهون. يبقى علشان كده بتخش ايه؟ بتخش في السيلر، بتخش في الممبرين، تصنيع الممبرين. طب والليبيد طبعا احنا عارفين ان هي ليها انرجي ميتابوليزم، ليها دور في الطاقه. طب الستيرويل، الاستيرول دي مهمه ليه؟ عشان دي فاكرين كنا نقول التستوستيرون والاندروجين اللي هي الحاجات الهرمونز اللي هي ليها علاقه بالميل والفيميل، دي بتخش في الهرمون وبتكون مصنوعه من الليبيدز، ماشي، اسمها ستيرول، اللي هي الستيرويدات بالعربي تقريبا، والله اعلم. طيب دلوقتي احنا بعد ما خلصنا الليبيد كديفينيشن، يبقى هي عباره عن اول حاجه هيدروكربون، هي عباره عن هيدروفوبيك ما بتحبش الميه، هي عباره عن بتخش في الاستراكشر بتاع الممبرين، هي مهمه جدا، بتعمل سبلاي للانرجي ميتابوليزم، هي بتخش كمان في الاسترويل اللي هي بتعمل هي الهرمون. طب الفورم بقى بتاعت الليبيد عندي اللهم صل عليك النبي عليه الصلاه والسلام، اربع فورم، عندي اربع انواع، يعني أربعة الطيب بتاعت الليبت عكس الكربوهيدرات أزيد منه بواحد نوع، ماشي، يبقى هي عبارة عن أربع أنواع. أول نوع عندي بيقول لي ليبيدات يعني ويز فاتي أسيد، مع الفاتي أسيد، فاتي أسيد أوكي. إيه الليبت بقى ويز فاتي أسيد؟ ماشي. تاني نوع عندنا نيوترال ليبت، دي فينا في يو أوكي، فات نيوترال فات سوري، اللي هو تراي جلاي سيرايد، جلسرايد، تراي جلسرايد اوكي، دي هي نيوترال فات اوكي. تالت حاجه اللي هي الفيسفوليبيد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، اللي هي بتخش في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين اوكي. طيب واخر حاجه الليبيد ويزاوت ايه؟ فاتي اسيد. يبقى خلي بالك الاولانيه والاخيره عكس بعض. طب انا حابه ابدا بالاولانيه والتانية اخش في الليبيد وزود فاتي اسيد، يعني فاهمين؟ مش همشي زي ما ممشي في السلايد، لا هجيب من اول حاجه الليبيد ويز فاتي اسيد، وبعد كده اخش الليبيد ويز وزود فاتي اسيد، وهنعمل كومباريزون ما بينهم بحيث ان احنا نعرف. يبقى هنا ويز فاتي اسيد، هنا في فاتي اسيد، وهنا من غير فاتي اسيد اوكي.
اسيد. طيب اوكي، اول حاجه الليبيد ويز فاتي اسيد. اول حاجه الفاتي اسيد از ايه؟ هي الفاتي اسيد عباره عن، يعني ايه فاتي اسيد اصلا؟ ما اقول لك فاتي اسيد يعني عباره عن احماض دهنيه. طب احماض دهنيه هي عباره عن ان برانشد هيدروكربون. احنا قلنا اصلا الليبيد عباره عن هيدروكربون، فبتبقى ان برانشد هيدروكربون ويز جروب COOH عشان كلمة أسيد. يبقى فاتي أسيد أول حاجة كلمة فات يعني هيدرو كربون، برانشيت أن برانشيت سوري يعني لينر يعني مستقيمة فيها COOH at the end at one end. أوكي الفاتي أسيد that have only single C كده single bond يعني in their tail are solid as a room and temperature بيكون saturated. دي زي بالظبط زي السمنة. طب اللي بيكون بقى عندها double bond اللي هي unsaturated ده زي بالظبط زي الزيت، بيكون عندها double bond وبيكون اسمها pigment واسمها kink is in the unsaturated tail. تمام. يبقى تاني الحاجات بوبارتس بتاعت الفاتي أسيد. اوكي اول حاجه اللهم صل عليك النبي عليه الصلاه والسلام، الفاتي اسيد هي عباره عن لونج ان برانشد هيدروكربون ويز جروب سي او او اتش ات ذا اند ات وان اند. يعني هي ماشيه كده هتلاقي هنا في الجروب دي هنا في سي او او اتش مبدئيا خلاص كده خلاص. طب اوكي طيب الفاتي اسيد هي عباره عن اونلي سنجل بوند، لو عندها اونلي سنجل بوند يبقى تبقى ساتوريتد، يبقى تبقى سوليد ات روم تمبريتشر تبقى ساتوريتد. طب الفاتي اسيد ويز دبل سنجل دبل بوند اللي هي الباي بوند اوكي زي كده، يبقى ساعتها بتبقى ات روم تمبريتشر بتبقى كينك كين كيس كده اوكي. اللي هي انساتوريتد يبقى ساعتها بتبقى زي الزيت ماشي، بتبقى ليكويد ما بتبقاش سوليد. تمام ديت الليبيد ويز فاتي اسيد. طب الليبيد ويزاوت فاتي اسيد بقى اللي من غير فاتي اسيد زي اللي هي احنا سائلين عليها الاستيرول الاستيرويدز اند زير ديريفاتيف بقى الديريفاتيف بتاعتها. والاستيرول هي عباره عن الاستيرويدز الاستيرويد اللي هي الاسترويدات هاف باك بوند اوف 4 كربون، يبقى عندها 4 كربون رينج. خلي بالك عندها 4 كربون رينج مش 4 كربون بس، يعني مش هي كده مش مربعه لا هي مش كده 4 كربون رينج. يعني ايه؟ يعني هي مثلا كده اهي، هي خلي بالك دي كده حلقه خماسيه اهي كده ماشي اهي اهي كده، يبقى عندها 4 دي 1 2 3 4 كربون رينج، يبقى عندها 4 كربون رينج. اوكي ده شكلها يبقى 4 كربون رينج. عندها الكوليسترول من ضمن الحاجات بتاعتها الاسترول اللي هي الاسترويدات والكوليسترول ماشي از كومبوننت اوف ذا سيل ميمبرين ان ذا انيمال. احنا عارفين الكوليسترول بيخش في الانيمال في الميمبرين بتاع الانيمال كان بيمودفايد 2 4 6 هرمونز. الكوليسترول برضو اللي هي الحاجات الهرمونز دي بتخش عشان تعمل لي 6 هرمونز اللي هي الهرمونات الجنسيه. اوكي يبقى احنا خدنا معلومات من هنا وخدنا معلومات من هنا، تقدروا تقولها لي؟ يبقى نقسم الصفحه كده عندنا اهي ويز فاتي اسيد وزود فاتي اسيد ماشي اهي فاتي اسيد وهنا فاتي اسيد. اوكي وزود اول حاجه ويز فاتي اسيد هي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن اللهم صل عليك النبي عليه الصلاه والسلام ان برانشد ان برانشد مش برانشد ماشي ان برانشد هيدروكربون ويز سي او او اتش ات ذا اند اوف ذا وان سايد، على حسب اني سايد اللي عندهم مش هتفرق معانا. يبقى هي عباره عن لونج ان برانشد هيدروكربون ات ذا اند اوف كذا. تاني حاجه عندنا يا اما الكربون تبقى سي دبل سنجل بوند سي يا اما تكون سي دبل بوند سي. لو سيد سنجل بوند سي يبقى دي بتبقى ساتوريتد يبقى بتبقى سوليد ات روم تمبريتشر، يبقى دي بتبقى ايه؟ يبقى فاتي اسيد ذات هاز اونلي سنجل بوند ان ذير تيل، ده بيكون في التيل في الديل بتاعها في الاخر خالص، بتبقى سوليد ات روم تمبريتشر فبتبقى ساتوريتد. طب اللي في دبل بوند دي بتبقى ان ساتوريتد بتبقى اسمها كينكس كده اوكي ان ساتوريتد دبل بوند، وديت بتبقى ما بين الكربون وبتكون ان ساتوريتد زي الاويل بالظبط. اوكي طيب اللي ويزاوت فاتي اسيد عباره عن حاجتين مهمين الاستيرويدز و الكوليسترول، وبتخش في الايه؟ في السكس هرمون. اوكي طبعا في الاستيرويد بيكون الايه الديريفاتيف بتاعتها المشتقات بتاعتها، وبيكون عباره عن الاستيرويد ديت عباره عن 4 كربون رينج. اوكي والكوليسترول عباره بيخش فين؟ الكوليسترول بيخش في السيل ميمبرين سيل ميمبرين ماشي الميمبرين بتاع الانيمال وكان بي موديفايد تو فورم ايه 6 هرمونز. يبقى كده احنا خلصنا نوعين من اصل 4. تاني نوعين عندنا
تاني نوعين عندنا اللي هو احنا خلصنا الليبت والفاتي اسيد. تاني نوع عندنا في الفورم بتاعه الليبتس حاجه اسمها نيوترال فات، اللي هي اسمها بتساوي بالظبط نيوترال، حاجه نيوترال تراي جلايسرايد، ماشي، تراي جليسرايد. اوكي، يبقى نيوترال فاتس او تراي جليسرايد هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 3 فاتي اسيد، ما تراي يعني 3 وجليسرايد يعني فاتي اسيد، يبقى عندها 3 فاتي اسيد، يبقى عندها 3 فاتي اسيد اتاشد تو واحد. طب ماشي اوكي، ثواني ركزوا تاني، تراي يعني 3 وجليسرايد، جليسرايد يعني جليسرول، جليسرول اوكي يعني فيها مجموعه الكحول، يبقى هنا يبقى عباره عن 3 فاتي اسيد زائد واحده جليسرول اتشد مع بعض، والبادي بتاعتهم بيكون ايه موجوده، بيكون فيها كتير قوي من الليمت، بيكون فيها كتير قوي من الليمت. اوكي، وان الواحد بير بس، يعني لو احنا خدنا واحده بس، يعني مثلا خدنا نفس الكميه من الوزن بتاع ديت مع واحده تانية من الكربوهيدرات، هتلاقي الموليكيول بتاعها بيدي توايس، بيدي ضعف الانرجي بتاع الكربوهيدرات. يعني ايه؟ مش فاهمين، واحد يقول انا مش فاهم حاجه. دلوقتي بنتكلم على مين؟ بنتكلم عن نيوترال، نيوترال ليبتس اللي هي اسمها تراي، احنا بنفصص الاسم بتاعها جليس رايتس. اوكي، تراي يبقى 3 فاتي اسيد، اوكي، جليسرول يعني فيها واحده جليسرول. اوكي، طيب لو احنا خدنا مثلا 1 جرام منها، 1 جرام من ديت، الانرجي اللي هتديها لي هتساوي 2 ضعف الكربوهيدرات اللي هي هتديها لي، الانرجي بتاعت الكربوهيدرات. خلاص فهمتوا؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. يبقى احنا كده خلصنا التراي النيتشورال فاتي اسيد اللي هو تاني نوع عندنا، وسهل وعبيط، احنا خدنا من الاسم. وتاني حاجه الانرجي بتاعته بتساوي ضعف اوكي الانرجي بتاعت الكربوهيدرات. اخر عندنا نوع فيها اللي هو الفسفوليبت، واحنا اعتقد ان احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الهيستولوجي. الفسفوليبت هي عباره عن ايه؟ عباره عن جليسرول باك بوند برضو هاف فاتي اسيد، يبقى عباره عن 2، بص خلي بالك عباره عن ايه، جليسرول زائد 2 فاتي اسيد بس المره دي. يبقى الثانيه نيوترال، الحاجه النيوترال الحاجه الدراي جليسرولايت عباره عن 3 فاتي اسيد، اما هنا الفسفوليبيدز عباره عن 3 فاتي اسيد وواحد جليسرول، ماشي، واحد فاتي 2 اسيد، يبقى هنا 2 وهنا 1، اند برضو عندما هي اسمها فسفو يبقى هتبقى عندها مجموعه فوسفات وايه اند سمول هيدروفيليك جروب، وعندها سمول هيدروفيليك هيدروفيليك جروب يعني مجموعه بتحب المايه. يبقى هي عباره عن ايه الفسفوليبيد دي؟ بتتكون من اربع حاجات، بتتكون من اربع حاجات اساسيين، اول حاجه 2 فاتي اسيد، تاني حاجه جليسرول، تالت حاجه الفوسفات جروب، رابع حاجه سمول هيدروفيليك جروب. They are important compound of cell membrane، واحنا قلنا اللي هي بتتكون في بتكون لي السيل ميمبرين اصلا. اوكي، سيل ميمبرين لو احنا جينا شفنا الرسمه بتاعتها هتبقى عباره عن مربع اهو، ومربع هنا طويل كده مستطيل، وهنا بتاع طويله كده اوكي، وهنا بتاعتين كده اوكي. اوكي، الاثنين دول مش احنا قلنا هي عباره عن 2 فاتي اسيد، يبقى الجزء ده عباره عن 2 فاتي اسيد. اوكي، الجزء ده اهو اللي هما الاثنين دول، ثم واحده ايه قلنا، واحده جليسرول، يبقى دي الباك بون بتاعها جليسرول. طب وقلنا ايه، واحده ايه قلنا، واحده فوسفات جروب صح، وقلنا واحده ايه حاجه بتحب الميه هيدروفيليك جروب، اللي هي ممكن تكون كلوراين برومين وهكذا. خلاص، يبقى انا عندي ده شكل الفسفو ليبت، ده شكل الفسفو ليبت. اوكي، عباره عن ايه؟ عباره عن 2 فاتي اسيد، ادي واحد ادي 2، واحد الباك بون بتاعها مين، هو الجليسرول، وواحده فوسفات، وواحده هيدروفيليك جروب. تمام كده احنا خلصنا. تاني حاجه عندنا من السيلر ماكرو مولكيول اللي هو الليبت. تالت حاجة عندنا البروتين بقى احنا خلصنا خلاص الكربوهيدرات وخلصنا الليبت، دلوقتي هنخش على البروتين. البروتين بيقولك هي ايه؟ الاول حاجة الديفينيشن، هو عبارة عن بوليمر اوف امينو اسيد. لو احنا جبنا امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد هيكون لي ايه؟ هيكون لي البروتين. طيب اوكي، لما احنا يبقى احنا البروتين عبارة عن بوليمر، والمونيمر بتاعه هو الامينو ايه اسيد، وسمول اورجانيك مولكيول هو الامينو اسيد ويز امينو جروب، بيكون عنده امينو جروب ان اسيدك جروب اند هيدروجين جروب. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف الشكل الاستراكشر بتاع الامينو اسيد. الاستراكشر بتاع الامينو اسيد بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن عندي هنا اسيدك جروب، اوكي، اسيد جروب اللي هي كربونايل جروب. اوكي طيب اوكي، وهنا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا واحده هيدروجين،
هنا طبعا في كربونه، وهنا الار اللي هي مجموعه الالكايل جروب. اوكي دي بقى بتبقى 20 ليها، ده بيختلف نوع البروتين من بروتين لبروتين على حسب عدد الالكايل جروب، يبقى دي السبب في تنوع الانواع بتاعه الايه البروتينات. تمام، تنوع الامينو اسيد. وهنا امينو اسيد ده كنا بناخدها في ايه ثالثه ثانوي برضو، امينو جروب. اوكي يبقى ده شكل الاستراكشر بتاع مين، بتاع الامينو امينو اسيد. تمام، يبقى الامينو اسيد عباره عن كربونه فيها اسيد الجروب، فيها امينو جروب، فيها هيدروجين، فيها الكايل جروب. يبقى تاني البروتين ار بوليمر اوف اي اوف امينو جروب اوف امينو اسيد سمولر، هي عباره عن ايه، هي عباره عن سمول اورجانيك مولكيول ويز امينو جروب ان امينو ان اسيدك جروب اند هيدروجين اتوم اند وان اوف 20 فايرنج الكايل جروب. ده اللي بتنوع لي ازاي فانكشن. احنا عارفين اي انزيم عباره عن بروتين، اي انزيم عباره عن بروتين، وليست كل الهرمونات ايه بروتينات، ولكن كل الانزيمات بروتينات. ان سيل موفمنت بقى البروتينات طبعا احنا عارفينها بتهتم، بتخش بقى في السيل موفمنت والستورج والترانسبورت ايجنت وهكذا، الحاجات متنوعه جدا. طيب اوكي، والهضم كده. طب واحنا عندنا بعض البروتين، بعض الهرمونات عباره عن بروتينات وبيكون في الاستراكشر ماتيريال في خلال البودي. طيب احنا دلوقتي ما عندناش انواع من البروتين، ماشي، ما عندناش انواع من البروتين قد ما احنا عندنا فورم، يعني فورم يعني مراحل، عندنا مراحل ستيج للايه للبروتين. عندي اربع ستيج، اوكي اربع مراحل، زي ما كانك بالظبط كانك كان البروتين ده لسه موجود جديد، طفل صغير انت المرحله، وانت اول ما اتولدت وانت طفل صغير لحد مرحله ابتدائي لحد مرحله اعدادي لحد مرحله ثانوي، يبقى كده انت عندك كام، اربع مراحل. يبقى مرحله وانت صغير خالص قبل المدرسه، ثم بعد كده مرحله كبيره وانت في الابتدائي وانت في الاعدادي وانت في الثانوي، هتقف لحد كده البروتين هتقف لحد كده. يبقى عندي برايمري، عندي سكندري، عندي تيرشري، عندي كواتراتري. اوكي كواتيراتري تقريبا، ماشي. طيب البرايمري، البرايمري ستراكشر هي عباره عن ايه، هي عباره عن تشين اوف امينو جروب امينو اسيد اتش لينك توجذر باي بيبتايد ايه بوند. يبقى امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد، امينو جروب جنب امينو جروب، عندي هنا مجموعه بيبتايد جروب بيبتايد بوند، هنا بيب تايد بوند. اوكي ان ديفينيت سيكونس، يبقى بتبقى ايه برايمري، حاجه بسيطه جدا، امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد، وفيها بيبتايد بوند بيبتايد بوند بيبتايد بوند. اوكي طب السكندري عباره عن ايه، بيجي بقى نعمل شيك شيب، عباره عن كويل شيتس، نعمل الورقه نبدا بقى نشكل من الايه من البتاع، كانك بتجيب تنسل صال عمال تحط صغننه حته صغيره او عقد جنب عقد وهكذا. تمام، بتعمل بقى ايه شيت كويل هيليكال. اوكي اري that will result for hydrogen bonding of the side of group of amino acid on the chain. يبقى بتعمل بقى السكندري، يبقى البرايمر بيتحول للسكندري عن طريق اللي انت بقى تفضل تشكل، تفضل بقى تشكل، تحوله بقى لكويل لشيث. اوكي لهيدروجين اللي هي بسبب الهيدروجين بوند، بسبب وجود الهيدروجين بوند، يعني عقد جنب عقد جنب عقد. انت دلوقتي عملت امينو اسيد امينو جروب جنب امينو جروب جنب امينو جروب مع بيبتايد بوند، هتكون لك الايه البرايمري ستراكشر بتاع البروتين. هتجيب بقى واحده من دي مع واحده مع دي مع واحده تانية يعني، وهكذا هتكون السكندري اللي هو شيت بقى كويل وهكذا. اوكي اللهم صل عليك يا رسول الله السلام، الالفا هيليكال وهكذا. طيب التيرشري بقى هي عباره عن ايه، هي عباره عن كوز باي انتر اكشن امونج ار جروب اند ريزلتنج ان كومبلكس 3 دايمنشنال شيب. يبقى انا عندي هنا حاجه يعني مش كومبليكيتد قوي، ولكن دي مور كومبليكيتد، مور عندها 3 دي، عندها 3 دي دايمنشن، عندها ثلاث اشكال، ثلاث اللي هو 3 دي دوت اللي هو اللهم صل عليك يا رسول الله ثلاث منظورات تقريبا، ماشي، اللي هو بيديك اللي هو 3 دي، اكيد كلنا مش تايهين على 3 دي. يبقى دي بقى بيبدا يخش هنا المرحله دي، بيبدا يخش مجموعه الايه الارايل جروب. يبقى هنا عباره عن انتر اكشن كوزد باي الار جروب ريزلتنج اوف كوزنج اوف اي 3 دايمنشن جروب. يبقى هي مش هي اسمها التيرشري، يبقى اكيد فيها 3 دي دايمنشن. اوكي كوادراتري بقى الاخيره هي عباره عن كومبلكس بقى، كومبلكس اكتر حاجه complexing of two or more polypeptide chain to form globular or fibrillar protein. هنا بقى بيتكون لي بقى الفايبر بروتين او الجلوبولار بروتين وهكذا. بيبقى بجيب بقى كذا تشين مع بعض كتير 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 جدا، كون لي بقى الفايبرز من عديد من البولي بيبتايد. تمام، يبقى اول حاجه البرايمري ستراكشر عباره عن جروب اوف امينو اسيد،
هنعمل بريس تو موديفايد، اللي يحصل هنا موديفايد يتحول لي ايه لسكندري، اوكي يتحول لي الايه لسكندري، اوكي اللهم إيه صل عليه كده بعد الصلاه والسلام. بعد كده يتجمع تاني كذا حاجه، يبقى يتجمع في التيرشر يتحط يضاف لي مجموعه الار، مجموعه الار جروب هيكون لي 3 دي دايمنشن. طب بعد كده لما نيجي نجمعهم كلهم مع بعض يكون لي الفايبرس اند جلوبولار بروتين، اوكي. طيب في حاجه اسمها دي ناتشورال، اسمها اهي استنوا اكتبها لكم، دي ناتوريشن اوف بروتين. يعني ايه دي ناتوريشن اوف بروتين؟ يعني البروتينات بتبوظ، ازاي تبوظ او ازاي يعني تتغير من الطبيعه بتاعتها. لما بتتغير من الطبيعه بتاعتها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق التمبريتشر. اكيد لازم التمبريتشر ليها تاثير في كل حاجه، اكتر من 60 درجه مئويه تتغير في التمبريتشر الكيميكال ستراكشر بتاعها. او كيميكال، ممكن نحط كيميكال، نضيف حاجات كيميكال، ممكن ايه كيميكال كان كوز 3 دايمنشن شيب تو ديستريبيوت. يبقى الكيميكال، المواد الكيميائيه تبوظ لي 3 دي اللي هي في المرحله التيرشري اللي بتكون لي عندي، تبوظها. يبقى المواد الكيميائيه تبوظ لي 3 دي. This is what happen when you are، لما بقى تبقى بيضه، مش البيضه عباره عن بروتين، لو انت جيت سلقتها انت كده حطيتها في حراره، عرضتها للتمبريتشر. طب مش كده انت بتغير الكيميكال، ما اتغيرتش انت بالكيميكال ستراكشر، ولكن انت دلوقتي سلقتها فتحولت اللي هو البيض الغلاف الابيض بتاعها ومسكت، ماشي. فهل انت ينفع ترجعها تاني؟ ما ينفعش. فكده اسمها دي ناتوريشن، ما ينفعش تقدر ترجعها تاني، يعني irreversible، يعني حاجه عمليه irreversible، ما ينفعش ترجع تاني لاصلها، تمام. يبقى هي بتكون ايه irreversible. طيب كده احنا خلصنا تالت حاجه عندنا البروتين. اخر حاجه عندنا اللي هي النيوكليوتايد. النيوكليوتايد ديت هي عباره عن ايه؟ نيوكليك اسيد ار بوليمر اوف نيوكليوتايد. فاكرين النيوكليوتيدات بتاعه الدي ان اي؟ هي دي بالظبط. دي بقى هنتكلم عليها بعدين، مش مهم عندنا، بس اللي احنا عارفين عايزين نعرفه ان النيوكليك اسيد هي عباره عن البوليمر. يعني احنا جبنا نيوكليوتيد جنب نيوكليوتيد جنب نيوكليوتيد هيكون لي النيوكليك اسيد، اوكي. طيب المهم بقى اللي عندي اللي انا عايز اعرفه حاجه اسمها ادينوزين فوسفات وكو انزيم، اوكي كو انزيم. اوكي الادينو الادينوزين فوسفات الادينوزين فوسفات ار كيميكال ميسنجر. يبقى ده اسمه سي اي ام بي او انرجي كارير اللي هو الاي تي بي. مش احنا كنا بنقول الاي تي بي عباره عن ادينين تراي فوسفات، ادينين تراي فوسفات. ده بقى الكيميكال الانرجي كارير، ده عمله الطاقه، ده الانرجي بتاع الطاقه، دي الفلوس اللي معانا، دي اللي بتشغل العمله، ده اللي بتشغل الموتور، تمام. يبقى ده مهم اللي احنا نعرفه. يبقى ده الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوتيدات بيز مولكيول. طيب تاني حاجه عايزين نعرفها اللي هي كو انزايم. كو انزايم ديت عندي نوعين، يا اما استنى نكتبها هنا كده عباره عن نوعين، عندي ناد بلس وعندي فات، اوكي ناد وفات. دي بقى بتنقل ايه؟ بتنقل الهيدروجين اتوم اند الكترون. يبقى دي مسؤوله عن نقل الكو انزيم عامه، احنا بنتكلم عن الكو انزيم تنقل الهيدروجين والالكترون، تنقل الهيدروجين زي بالظبط كو انزيم زي الانزيمات بالظبط، بس تنقل الايه الهيدروجين والايه ولو صلى عليك النبي عليه الصلاه والسلام والالكترون، تمام. طيب بتنقلهم ازاي بقى؟ اللهم صل عليك النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اللي احنا عايزين نعرفه اللي الفات، ماشي الفات ديت بتنقل، ماشي بتنقل reduced to، يعني تتحول ل FADH2. معنى كده اللي هي بتنقل لي 2 الكترون مع 2 هيدروجين زائد 2 هيدروجين. يبقى هي خدت 2 الكترون بتاعت الهيدروجين زائد 2 هيدروجين. طيب اوكي ده بالنسبه للايه للفات. طب الناد، الناد بتتحول ل ناد H، ماشي ناد اتش مش هي كانت ان بوزيتيف؟ طب اوكي هتتحول لناد اتش. يبقى معنى كده اللي هي تنقل لي 2 الكترون وزائد 1 بروتون، 1 هيدروجين يعني، ماشي 1 بروتون. طيب اللهم صل عليك النبي عليه الصلاه والسلام. يعني دي بتنقلها على طول. يبقى تاني الناد، ماشي الناد هي عباره عن الكترون كارير زي مين اللي كان بتشيل الطاقه؟ الاي تي بي اللي هو الادينوزين تراي فوسفات، ده بيشيل الطاقه. طب في واحد بيشيل الالكترون اللي هو كو انزيم. مين بيشيل الالكترون؟ كو انزيم، ناد وفات. طيب الابريكيشن بتاعه هو اسمه نيوكوتيناماين ادينين، مش عارفه يكملوها انتوا، ماشي
ده بيحصل لها ايه؟ بيتحول تديوز يعني تختزل لناد اتش، اسمها ناد ايه اتش، عن طريق ايه؟ اللي هنضيف لها 2 الكترون واحد بروتون، 2 الكترون واحد بروتون، يبقى 2 الكترون واحد ايه بروتون. طيب يبقى احنا هنا الفرق واحد بس، الفرق هنا الفاد زياده واحده اتش عن الايه النات. طب هنا بقى الفاد عباره عن الكترون كارير كو انزايم بتعمل ايه؟ ريديوس تو فاد اتش 2 اديشن اوف 2 الكترون اند 2 بروتون ان 2 ستيب، يبقى دي 2 ستيب اما دي 1 ستيب، دي خطوه واحده اما دي خطوتين، ودي عباره عن واحده هيدروجين ايه زياده اوف الكترون توجذر ويز ذا فيرست جنريشن شورت كذا الكترون اوكي في شورت لايف ذن اكسبتد اوكي. يبقى احنا كده خلصنا الكو انزيم. طب ايه هي بقى؟ احنا كده احنا اتكلمنا على الاي تي بي اللي هو الادينين تراي فوسفات، هي عباره عن برينسيبال انرجي وهي ده المصدر الطاقه، وبتبقى عباره عن تراي فوسفات. انا بقرا الكلام في الصوت عشان ما فيش حاجه اكون ناسيها ان شاء الله. السيل بتعمل ستورج الانرجي على از فورم اوف الاي تي بي، يعني الصوره بتاعه الستورج انرجي هي الايه الاي تي بي ماشي. ذا سيلز كان جين انرجي باي موفينج وان اوف فوسفات. طب احنا دلوقتي عايزين نكتسب طاقه، هتحول الاي تي بي لاي دي بي ماينس واحده فوسفات. طب لو كان عملت عايزه احوش طاقه ازود واحده فوسفات، ده كل الحاجات الحكايه اللي فيها. كيميكال انرجي كيميكال بوند انرجي از كونفرتد انتو اي تي بي فورم ويتش انرجي از جين تو موف سبستانس ان ذا سيلر، او عشان نستخدم بقى الطاقه والانرجي وهكذا. طيب اوكي، في حاجه عندي اسمها سايكليك ادينو مونو فوسفات. سايكليك ادينو مونو فوسفات، سايكليك احنا عرفناه يعني دايره، ادينوزين احنا عرفناه اللي هو شكل الادوزينين الادونوزين، مونو يعني واحد فوسفات، يبقى مش ده مش الاي تي بي. سايكليك يعني سي اي ادينين ادينوزين دوت ام يعني مونو فوسفات ماشي، يبقى سي اي ام بي دوت بقى بيبقى عباره عن سايكليك، بتبقى عباره عن واحده فوسفات، وديت بتبقى عباره عن 3 ل 5 سايكليك ادينوزين مونو فوسفات. ديت عباره عن سكندري مسج. يعني ايه بقى سكندري مسج؟ مهمه الكلمه دي قوي اوكي. يبقى سي اي ام بي سايكليك ادينو مونو فوسفات، دي عباره عن سكندري ماسنجر. ماسنجر ذات از امبورتنت فور ميني بايولوجيكال بروسيس ات از ديريفيتيف فروم اي تي بي، ده مشتق من الايه الاي تي بي. طب ايه اهميه بقى السكندري مسج؟ احنا مش عارفين يعني ايه سكند ماسنجر. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ديفيوز سيجنال، ده بياخد بيستقبل بين السيجنال نيوكيول ذات ار رابيد جنريتد اند ريليز ويتش كان ذن جو اون تو اكتيفيشن ايه افكتور بروتين وذ سيل تو اكسبريس سيل سيلر ريسبوند. يعني بقى كل الكلام اللي لسه قاريه وعمال اقول فيه دلوقتي هو عباره عن معناها السكندري ماسنجر ده تبقى الارم. الارم يعني ايه؟ زي انذار الحريق بالظبط. يبقى بيستخدم السي اي ام بي اللي هو سايكليك ادينوزين مونو فوسفات، ده بيستخدم ايه كسيجنال. هو بيقول لك ديفيوزد ديفيوزيبل سيجنال مولكيول، بيبقى رابيد جنريتد، بيروح يحذر الخلايا الثانيه، يروح يحذرها ويعمل عشان يعمل اكتيفيشن للافكتور الافكتور بروتين، عشان يعمل اكتيفيشن ينشط البروتينات عشان تخلي السيل تكون في اهبه الاستعداد. بالظبط زي الواحد مثلا دلوقتي في جيش، ففي واحد هيفضل واقف على الحدود والجيش مثلا مركزه بعيد عن الحدود شويه، فالواحد اللي واقف على الحدود دوت اول ما يشوف مثلا عصابه جايه او ايا كان دخيل جاي، فساعتها هو هيجري بسرعه يروح للعصابه المركز بتاعه فيحذرهم، فساعتها المركز بتاعه الجيش بتاعنا يحاول بقى ياخد استعداداته ويعمل الاحترازات بتاعته ويظبط نفسه بحيث يقدر يهاجم العدو. هو دي نفس الفكره بالظبط. يبقى السكندري ماسنجر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الارم. اهم حاجه نعرفها اللي هو عباره عن الارم، ده بقى ممكن يتنشط عن طريق يعمل اكتيفيشن الانزيم. زي ما احنا ازاي بقى بنعمل السكندري ماسنجر؟ زي ما احنا لسه قايلين، عن طريق بيعمل ايه؟ بنعمل سايكليك، بنجيب مجموعه الفوسفات ونعملها سايكليك، وبرده عن طريق الاوبننج اوف شانل اوف كالسيوم ايون. تمام كده اعتقد ان شاء الله احنا كده خلصنا الليكتشر كلها باذن الرحمن، ما سيبناش حاجه فيها. اتكلمنا على الطيب بتاعه الماكرو مولكيولز، اتكلمنا كمان اللهم صل عليك انا بقى في الصلاه والسلام على البروتين، على الكربوهيدرات، على الليبيدز اوكي، اتكلمنا عن النوكليوتيد كو انزيم اللي هي الفاد والناد، واتكلمنا على السكندر ماسنجر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، اتمنى ما تنسوناش من صالح دعواتكم، وربنا يوفقنا جميعا، ربنا معانا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.